كتكون جالس مع ليك ما بيك حتى كتجيك شي مكالمه هاتفيه، كتحنصص في الشاشه ديال التليفون ديالك كيبان لك واحد الرقم مكشوف، الشيء اللي كيشجعك باش تجاوب الا كنتي من دوك النوع اللي ما كيجاوبش على الارقام المخفيه اللي ما بيناش لي زانونيم. كتفتح الخط وكتسمع واحد الصوت ديال راجل كيقدم راسو، معك فلان مندوب تجاري في شركه الاتصالات الفلانيه، كتكره حتى سميه الشركه ويسولك، نعم سيدي هذا الرقم ديالك، ويعاود يقرا عليك الارقام، كتجاوبو نتا على نيتك. هنا فين كيبشرك ويقول لك مبروك عليك سيدي، راك ربحتي معنا واحد 1000 درهم، الشركه كتجازي الزبناء ديالها على الوفاء ديالهم، وانت اختاريناك من ضمن الناس اللي غادي نعطيهم هذه المكافاه ديال 1000 درهم. المهم السيد كيدوبك بالصواب لسانو، تشتهي غير تسمع منو الكلام، هو في الحقيقه غير كيطيب فيك لان راه ناوي على حاجه اخرى. السيد كيمشي معك دقه دقه، كيطلب منك المعلومات الشخصيه، سميتك، منين انت، شنو كدير، و و و و دابا نعم سيدي خصنا الريب ديالك، الرقم ديال الحساب البنكي باش نفيرسيو لك هذا المبلغ ديال 1000 درهم، ومبروك عليك نعم سيدي عقبال جوائز وحدين اخرين. واش حافظ الرقم ديال الريب ولا لا؟ ولا تصيفطوا لي دير قضيه، صيفطوا لي في الواتساب على هذا الرقم. انت مشدت الفرح كتنوض تجري تقلب على شي برياد البنكة او الريب الا كان على ظهر اليد، تجيبو تعطيه تصورو تصيفطوا له 1000 درهم. هادي ماشي سهله، طمع. خليك معايا نعم سيدي، هانا ندوز لك الزميل ديالي باش يزيد يتيقن من المعلومات في السيستم. كيدوز لك الخط ويتبدل الصوت، وربما هو نفس الصوت او نفس الشخص، كيتكرر نفس الصواب اخونا، وربما هو نفس الشخص كما قلت، كيقول لك خصنا باش نثقوا بانك انت هو فلان بالفعل مول هذا الكونط، عافاك عطيني ديك رقم الامان اللي كاين في لاكارت ديالك. قلب لاكارت ديالك راه كاين واحد الرقم تمايا اللي كاين في اللور، عطيني عافاك ديك الرقم باش نتيقن. انت بحسن النيه كتنسى، ما كتبقاش تفكر اصلا بالك هي 1000 درهم. هنا ملي كتعطيها الرقم في جيسي فيها كيسالي معك بالهضره، وبقى انت كتسنى ديك 1000 درهم فوقاش دوز. كيدوز النهار الاول، الثاني، ربما الثالث، الرابع، واحد النهار كتمشي تشوف الكيجي او عبر الابليكاسيون اللي عندك كتشوف واش داز ديك 1000 درهم، لكن كتصفق على الشيء اللي ما توقعتوش ابدا. الحساب البنكي ديالك وقعت فيه تحويلات لمبالغ ماليه، داز من الحساب ديالك لحسابات واحده اخرى. حول ولا قوه الا بالله، احمد الله الا لقيتي شي ريال باقي في الكونت. هذا موضوع ديال هذا الفيديو اللي درت لكم هذه الليله في القناه ديال مروكن كريم تي في، الجريمه المغربيه. اللي بغى يزيد يسمع يدخل، مرحبا بكم في القناه، والطريق راكم عارفينها كما قلت مرارا في الفيديوهات السابقه. هذه الطريقه باش نصبص هذه العصابه على مجموعه من الضحايا، ناس ما كيعرفوهمش وما كتعرفوهمش، كيقدموا نفوسهم بصفات مندوبين تجاريين ديال شركات ديال الاتصالات، ماشي غير شركه واحده، كيطمعوك بالربح 1000 درهم، كيخويو لك الكونت وانت ضاحك، كيصغر المعلومات اللي عطيتيهم بنفسك وانت فرحان. واللي كيقولها علي الامام كتضحك وتفرنس، كتعطيهم هادشي كلشي باش يوصلوا لانظمه معلوماتيه بنكيه ويديروا ديك التحويلات من الحساب ديالك لحسابات وحدين اخرين. عدد من هاد الضحايا لجؤوا للقضاء، وحدين اخرين كملوها وسكتوا. هادو اللي لجؤوا للقضاء قدموا شكايات للنيابه العامه، وكما قلت كاينين وحدين اخرين قافزين ما طالتش عليهم الحيله، اما قطعوا المكالمات على هاد النصابه حيت ما تيقوش، انا عارفين في المغرب ما يمكنلكش تربح، ما كاينش حاجه اللي تربح منها الا ما خسرتي، اما قطعوا عليهم مكالمات او اتصلوا بخدمه الزبناء الخاصه التابعه لديك الشركه المنتحه للصفه ديالها، وتبين ان هاد الجوائز غير وهميه، بلي الشركه ما عمرها دارت شي حد باش ينوب عليها ولا عطات جوائز ولا كلفات شي حد باش يتصل بشي زبون معين ويخبره. ماشي المره الاولى اللي كتوقع بحال هاد العمليه النصب والاحتيال، وماشي المره الاولى اللي كتوصل
او كتوصل النيابه العامه بشكايات من الضحايا اللي شي 3 شهور تقريبا سبق المصالح الامنيه عالجات طريطات يعني شكايات واحد من اخرين مماثله. مختبر تحليل الاثار الرقميه التابع للمديريه العامه للامن الوطني كان دخل على الخط باش يتعقب افراد هاد العصابه، وبالفعل نجح باش يشد مجموعه منهم، ورغم ذلك بقات العمليه متواصله. المعلومات ديالكم في البي ام بي جي الفرقه الوطنيه كانت طيحات بعد معلومات وفرتها العناصر ديال دي اس تي طيحات 11 واحد في فتره سابقه. هادو اللي تعتقلوا من مدن طنجة، الخميسات، مكناس، الدار البيضاء، الدخلة والعيون، دارتهم على الحراسة النظرية لفائدة البحث اللي أمرت به النيابة العامة، وخطحوا هاد العناصر. بقات العملية مستمرة حيت الشبكة باين بلي شبكة كبيرة فيها بزاف ديال المحتالين والنصابة، لقاو ربما فيها الفلوس، كربحوا أموال باهظة وخيالية من ديك التحويلات من لي كونط ديال عباد الله اللي كيوهموهم بلي راهم ربحوا جائزة وكيديو لهم كل شيء. وكما كنقول دائما اللي كيبين لك الربح راه غادي يدي لك راس المال ديالك او ربما شي حوايج واحد اخرى. في الاخير كنقول لكم عافاكم ما تبقاوش تثقوا في كل شيء، ماشي اي واحد يعيط لكم ويقول لك يقول لك راك ربحتي معنا تثقوا، هذا زمن واحد اخر الخوت والخواتات، هذا الزمن عامر بالنصابة. اللهم قد بلغت ونتمنى ما تدارش بكم مستقبلا باش ما يديوش لكم رزقكم. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم وتتبعكم. كما كنقول دائما احضر راسك من الصابة، وكيقولها الزميل عمورة اللي زعما في الاخير هو مشكور على ديك الوصلات اللي كيدير ديال النصابة والمحتالون، ونتمنى باش يكون في ذلك إفادة للمواطنين باش ما تدارش بهم مستقبلا. وشكرا جزيلا ومرحبا بكم في قناة موروكان كرايم تيفي الجريمة المغربية.